رحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. قبل الفاصل كان معنا أكتر من استفسار وأكتر من مشكلة، مشكلة متعلقة بتجديد ترخيص الصوبة، ودي بتوقف عليها أن الراجل ده يحصل على خدمات وهو منتظر أن هو يصرف أسمدة، منتظر أن يجيله معلومة إرشادية، حد يجي يتابعه، ده كله مهم بالنسبة له جدا. الحاج عادل من البحيرة، اتفضل. ازيك يا استاذ؟ يا اهلا بيك. زي حالك؟ اتفضل. احنا استاذ عندنا مشكله في ميه الري. فين؟ في البحيره. في كوم الفرج. كوم الفرج؟ ربنا يفرجها. ربنا يفرجها. صحيح. ايه بقى المشكله؟ ايه سببها؟ ميه الري مخلوطه بميه صرف مصانع وكلور، وعامله لنا مشكله، احلى مشكله في الارض. مصانع ايه؟ انت ما فيش مصانع في المنطقه دي الا لما وزاره البيئه يعني ألزمتهم بمنع أي ملوثات، واللي عنده مشاكل تم تقنين وضعه. والله إحنا لنا من 4 سنين كانت الأرض 10/10 من فلاحة والأرض. أيوة بس أنت دلوقتي ما عندكش مشاكل بالنسبة للمصانع؟ ما فيش مصانع بتصدر لكم مشاكل؟ إحنا عندنا المشروع بعد الدور ما بيخلص تبقى فيه مية شغالة تانية، مش عارفين المية دي جاية منين، هي دي المشكلة. يعني في ميه، انت مشكلتك مش عدم وجود ميه، مشكلتك ان في ميه مش عارف مصدرها جاي منين. مش عارف مصدرها جاي منين، هي دي المشكله الوحيده عندنا. هو الفرع بتاعكم اسمه ايه ولا فرع كام؟ مشروع احنا اسمه مشروع الحاجر بتاع كوم الفرج. الحاجر؟ عارف مشروع الحاجر. كوم الفرج. هو دي المشكله، يعني زي 3000 فدان ما عادش فيهم زراعه، لا عاد ناخد ذره ولا عاد. طب وانت مشروع الحاجر كوم الفرج؟ احنا عندنا ميه النابوريه الزراعه 100 100، ميه النابوريه 10/10، الارض الجيران مع بعض احنا والفلاحين. أيوة. الابرام النابوريه 10/10 والابرام الحاجر زراعته باظت خالص. تمام. طيب بشكرك وانا هتابع لك الفرع ده، ايه قصته وايه مشاكله؟ حاج كمال من الاقصر.